معي من دبي الكاتب والصحفي الرياضي محمد عواد، مساء الخير، اهلا بك معنا. لنبدا باخر ما ذكرناه في هذا الخبر، العدد القليل الخجول من الرياضيين العرب، لماذا نربطه بعدم حصولهم ليومنا هذا اي ميداليه في هذه الاولمبياد؟ الحقيقه هو طبيعي، يعني انعكاس طبيعي، قله عدد المشاركين يعني قله الاهتمام، يعني قله الاستثمار في الموضوع، يعني قله التدريبات، قله الصالات، قله كل شيء. وبالتالي تكون النتيجة الطبيعية قلة الانتصارات وقلة النتائج. حتى لو عدنا للتاريخ بالمشاركين العرب، كان معظمهم مقيمين في أوروبا أو مولودين بأوروبا حتى، فشاركوا بجنسيات عربية لأن ذلك يسهل لهم المشاركة لأكثر. بس أنه هذا ليس بالضرورة أن يكون مرتبطاً ببراعة الرياضيين، صحيح؟ نعم نعم، للأسف هو ما يحدث في العالم العربي بشكل عام، أن الحكومات هي من تقود الرياضات. وبالتالي ليس الأفراد، يعني اليوم أنا مثلاً كنت أرى أحد المتسابقين من تايوان حيث لا يملك ثلج، لكنه كان يتدرب على الشوارع من الاسفلت، وبالتالي ياتي ليشارك في بطوله فيها الثلج وفيها هذه، وبكل بساطه هو لديه الشغف، لديهم ثقافه الشغف الرياضي، ليس لدينا، نحن لدينا ثقافه كره القدم فقط للاسف مسيطره بشكل عام على الجميع، وليس لدينا ثقافه الرياضه كرياضه. يعني ما زالت هناك العاب كثيره عندما نشاهدها لاول مره نعتقد انها لعبه غريبه، ولا نعرف انها لعبه حتى شعاليه شعبيه في بلادها. هناك مشكله بالثقافه العامه، وهناك مشكله ايضا بالمسؤولين، يعني بالسيطره في الموضوع، لانها بشكل عام رياضتنا كما قلت هي رياضه حكوميه في كل الدول العربيه. هذا السبب يعني وراء عدم عزوف المشاركين العرب بشكل كبير بهذه المشاركه؟ بالضبط بالضبط، نعم، هذا هو سبب رئيسي، يعني هذا هو سبب رئيسي، لانه لا احد يمارس هذه الرياضات، لا احد يثق في هذه الرياضات، في الاخير هذه الرياضات هناك، يعني لانه حتى لو كان ثمه من يمارسها، هناك اموال، هناك عوامل اخرى ايضا في حاجه اليها للمشاركه بهكذا اولمبياد عالمي، صحيح؟ 100%، وهناك احتكاك، يعني انا اريد ان احتك، انا اريد ان العب هذه اللعبه، يجب ان احتك لاتطور، عندما اكون لوحدي الوحيد الذي امارسها في بلدي كيف ساتطور؟ للاسف يعني انا عندما انظر الاولمبياد الشتويه دائما، حتى اذا تلاحظي وسائل الاعلام العربيه، يعني شكرا لقناتكم انها تغطيها، بعض الوسائل الاعلام العربيه لا تعتبرها موجوده اساسا، ليس حدثا رياضيا، لا يجوب ابدا. وبالتالي هذه مشكله كبرى، يعني المساله العالم العربي غير لا يعترف الا بالرياضات الشعبيه. حتى لو نعود الى كره الطائره في الماضي كان اهتمامه اكبر، كانت منتخباتنا اقوى، الان اين هي كره الطائره؟ نكاد لا نعرف من بطل العالم، نكاد لا نعرف من بطل الدوري الاوروبي، نكاد لا نعرف اي شيء. لانها فعليا نحن لا نهتم الا برياضه واحده، وهذه الرياضه تاكل الجميع حاليا للاسف، ولا نحقق فيها نتائج، يعني يا ريت لو احنا مركزين على كره القدم ونحقق النجاحات والانجازات لا نحقق شيء اساسا. وبالعكس العالم الذي كان خلفنا اصبح امامنا فيها، وهذه هي للاسف، يعني كل استثماراتنا، كل ملاعبنا، كل شيء تذهب لكره القدم، ليس هناك شيء. يعني هناك رياضات مثل الاسكواتش اثبتت انها بامكانها ان تصبح رياضه العرب الاولى، اكثر من، يعني شفنا مصر سيطرت، لكن اين شيء؟ لا شيء لا شيء. بس واضح من حديثك انه ما في حظوظ نهائيا لهؤلاء العرب. لا لا لا، اتمنى ان يتوفقوا، لكن اعتقد صعب. شكرا لك من دبي الكاتب والصحفي الرياضي محمد عواد.